لا 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 يا ربي يا ربنا يكبر ويبقى قدنا ويبقى أشطر مننا. ده مين ده؟ البيبي يا بيبي. بيبي يا بيبي؟ في ايه يا علي؟ في ايه؟ انت خلاص خلتني حامل وحملت 9 شهور وولدت كمان وعملنا اسبوع للبيبي؟ من جهة ان انا خليتك حامل فدي حقيقة محدش يقدر ينكرها. اما بالنسبة بقى لـ9 شهور والولادة والحاجات الستات دي اللي انا مفهمش فيها فشدي حيلك يا حبيبتي، انما انا خلاص عملت اللي عليا وفي ايديك قوة تهد جبال، في ايديك قوة وعليك صبر وطول. بس بقى يا علي بس، انت بتغزني. لعلمك بقى خبر الحمل اللي انا قلته لمامتك ده مش اكيد، وانا بعدت اجيب تيست حمل دلوقتي عشان اتاكد. وان شاء الله مش هيبقى في ايديك قوة ولا حاجة ومش هيبقى فيها بيبي. ما بقاش علي الجامد اللي هو كان علي الطيب سابقا يا انجي، فهماني كويس ها؟ إما كان فيها بيبي. لا فيها بيبي يا إنجي. ما فيهاش بيبي يا علي. فيها بيبي يا إنجي. لا بقى ما فيهاش بيبي. فيها بيبي يا إنجي. الجرس تست. في إيديك قوة تهد. هفتح وارجع لك. في إيديك قوة تهد جبال، في إيديك قوة وعليك صبر وطولة بال. ما فيهاش بيبي يا علي، ما فيهاش بيبي. في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعنيك مقدرش محبكش وحياتك مقدرش. انت مين يا عسل؟ انا علي. لا والله، لما انت علي امال انا ابقى مين؟ لا انت الاستاذ علي. اه طب عايز ايه يا علي من الاستاذ علي؟ انت اللي عايز مش انا اللي عايز. طب الاستاذ علي عايز ايه من علي؟ تست الحمل. انت شاكك انك حامل يا باشا ولا ايه؟ جلاله انت هتهزر ولا ايه؟ ده عشان المدام. اه طيب خد. فضل. شكرا شكرا. مقدرش ما احبكش يا هاتك مقدرش. يلا غور. يا يلا بقى. يلا ايه؟ اشوف التست. بقول لك ايه يا علي؟ اطلع بره وسيبني في حالي دلوقتي، انا عفريت الدنيا بتتنطط في وشي. اما اخلص فطار هبقى اعمل التست واقول لك على النتيجه. لا لا والنبي انجي والنبي انجي، اشوف التست. شوف ايه يا علي؟ اشوف. اصل بقول لك في لمبه حمراء، واحد حكى لي قبل كده اهو، يعني قال لي اللمبه لو نورت احمر يبقى ولد ولو نورت اخضر يبقى بنت. ليه والنبي ايه؟ ما قالكش لو اللمبه نورت اصفر ايه؟ يبقى نعيد المحاولة تاني. بس بقى يا علي بطل غلاسة بجد، اطلع بره وانا لما اعمل التست هبقول لك على النتيجة، اما بجد مش هقول لك حاجة. حاضر انجي هطلع بره، بس امان عليكي يا احمر يا اخضر عشان مفيش نفس اعيد المحاولة تاني. اطلع بره يا علي بقى. حاضر انجي، بس ان شاء الله فيها بيبي. لا بقى يا علي مش هيبقى فيها بيبي، ولو حصل ان فيها بيبي انا بقول لك اهو هنزله، احنا لسه في اولها. حرام عليك يا انجي، اللي بتقوليه ده حرام على فكره، العيال عزوه يا ماما. خلاص هسيبك تعملي التست براحتك، بس ان شاء الله فيها بيبي. فيها بيبي فيها بيبي. الله الله فيها بيبي تربت فيها بيبي. قالوا عايزني اخلف عيل علشان يطلع اهبل زيه. قال مي 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 ولد يا رب، بنت يا رب، ولد يا رب، بنت. ما تبس بقى يا ابني خيالتنا، اقعد بقى وتهد. الله جننت العيال. قلقان قوي يا ماما. قلقان على ايه؟ ده مجرد تست حمل، امال لو كانت بتولد كنت عملت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولد يا رب، بنت يا رب. يا رب هي العيله الهبله دي مش هتخلص ولا ايه؟ ولد يا رب، بنت يا رب. يخرب بيت الهبل. Thank you.
ها طمنيني، سبع مش كده؟ لا للأسف يا علي طلع كتكوت تيست بوزيتيف. للأسف؟ ده بدل ما تفرحي وتزغرتي. ألف مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا غالي. هو كده صح، أنا قلت سولي لازم يتخاوى. هو أصلاً مخاوي من غير حاجة. إيه ده؟ يعني البيبي هيبقى ولد؟ أيوة يا حبيبي، إن شاء الله هيبقى لك أخ. وليه ما تبقاش أخت؟ أنا عايزة بنت. يا سلام، كل واحد عمال يختار، أنا لا عايزة لا أخ ولا أخت، أنا مش عايزة حاجة أصلاً. تفي من بقك يا إنجي، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ولد، ولد يا رب. بابي، هي مامي هتجيب البيبي ده منين؟ اتفضل بقى جاوب. الموضوع ده اتهرس في أفلام كتير قبل. بص يا حبيبي، هو أصل أنا سألت نفس السؤال ده لننتك زمان، وهي الحقيقة لسه ما جاوبتنيش لغاية دلوقتي، فهي هتقول لك بقى. اتفضلي قولي له. أقول له إيه؟ هو أنا خلفت بعدك يعني؟ أنا شعرفني، اشرح له أنت. طب خلاص، ما دي فرصة، قولوا لنا أنتوا الاتنين دلوقتي. قولوا صحيح، عايزين نعرف. ها إزاي؟ قول يا بابا ما تتكسفش، أنا زي ابنك برضو. امشي هدخل أختك وامشي، خش جوه، يلا يلا. من غير ما تتنرفز بس، إحنا أصلا فاهمين كل حاجة، ربنا يسهلك يا عم. أي يا بابا، إحنا فاهمين كل حاجة، الله يسهلك يا عم. الله يسهلك أنت كمان يا ماما. شيبت، أدخلوا جوه على أوضتكوا، قلة الأدب دي. لا ربيت الأولاد. ما شاء الله عليك، أنت كنت فين؟ عايزين تشرحوا لهم، ده هم يشرحوا البلد. بقول لك يا علي، إلهي لا يسيئك، كفاية إن أمك عرفت، بلاش تقول أي حد، هنتفضح. يا ريت يا علي ما تقولش لحد عشان الفضيحة. فضيحة إيه؟ وأنا شقتك من جامعة الدول العربية؟ ده أنت مراتي على فكرة، واللي في بطنك ده مجهودي الشخصي. ها؟ في إيدك قوة تهد جبال، في إيدك قوة. سلام، فرحان قوي بنفسك، هو ده اللي أنت شاطر فيه تغني، إنما أنت مش حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها. ما يا حبيبتي، ما لو دي مصيبة، دي تبقى أحلى مصيبة في الدنيا. يا سلام، معلش يا علي، عشان خاطري، عشان خاطري، كفاية سيودة حبيبتي عرفت. ها؟ مفيش داعي حد تاني يعرف والنبي. أوعدني يعني. أوعدك حبيبتي، مفيش حد هيعرف خالص. أنا واثقة فيك، سرك في بير.